ايش؟ انا عمري ما فرط في الحشمه والستر والعفاف. الله عباية كنان. الله الله عباية كنان اليوم معانا في السحب. يا سلام ايش تبغون؟ شيء جميل. عباية امي فين طيب؟ بس السحب ترى مو على عباية، على خمار. شبكة قطعة؟ اخو العباية من الرضاعة. اخو العباية من الرضاعة. شبكة قطعة خمار. يعني يلا اللي بيشارك يبشر بالخير. عباية امي فين؟ ولا شبكة قطعة؟ كمل كمل اعلن. انت خلص ذاك بعدين تفاهم. خلصته. جاهز؟ لا. ترى انا ما فقش البيض. ايش بدي اقول؟ هرجع عندك مو عندي. ايش فيه؟ كيف ايش فيه؟ هرجع عندك. قول. موضوع عندك. انا اللي فهمته انه انت وعدت وعدتني بعبايه. قدمت هديه لام مجدي. ترى امي الحين قاعد اضغط. امي الحين تسمع. ام مجدي انت على راس محمد الشبراني من فوق. هذا شيء معروف. وابشري باللي يرضيك وعبايتك باذن الله راح توصلك لحد بيتك مغلفه مقرطصه بكل ما تعنيه الكلمه من عفاف وحشمه وستر. مو مني انا، من كنان. وانا بتواصل مع الاخت الكريمه وباذن الله توصلها لين حد بيتك. الله كفى. وعلى راسي من فوق تقول طول والله. انت امي، انت امي، انا امي وتاج راسي يعني معدمك يا امي الغاليه. ها كفو والله بعدين. وبعدين على فكره تعال، امك يا حبيبي مو انت اللي جيت تتوسط لها، انا اللي بادر وعدي، ما اقعد استناك انت. سمعت ولا لا؟ بعدين شكرا ام مجدي. انت جزاك الله خير، انت اللي بادرت. خلنا نتكلم وطلع. هذا اللي فهمته. بس يعني طولت بادرت ونسيت. هذه امي اطول، ابغى انفخ الهديه تصير اكبر من المتوقع لانها تستاهل ان ما اعطيها اي شيء. بعدين يا امي ام مجدي ايش الولد؟ لا امي ما تحب. يا ام مجدي لا بعدين يا جماعه يقول امي ما تحب، انا اجيب اسم امك اطلعه تغريده اوريك انا كيف النظام. يا امي والله انا عايز. اسمعني يا ام مجدي بالله، دق دق على امك بالله، دق دق على امك، دق بسرعه بسرعه. امك هذه امي، هذه امي. ان شاء الله بس لا تديني كاش تقول لي انا ما ادري. جيبها 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 لي. قول خذ الشمران جيبها. انا امهاتي اكرمهم وعلى راسي من فوق. هات. انا احب الامهات انا. انت لا تعب. هذه امي انا مقصر. تتفرجي؟ هات 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 جيب جيب جيب. هات. الله يسعدني مساك يا امي. الله يرضى عليك. كيفك؟ يديك الصحة والعافية. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. امي والله مقصرين معك يا امي. الله يرضى عليك. الله يرضى. والله مقصرين عليكم. بعدين يا امي ترى انا اكلت المحشي اللي جبتيه يكسر الدنيا يا امي. يعني تسلم يدك على المحشي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. حاجة بسيطة. ولا والله يا امي والله اعذري ان كلفنا عليك. والله ترى انا ما قلت ريع بس هو فاجاني يوم جابها يا امي وتعبك. الله يجزاك خير يا امي. لا والله ما في تعب ولا شيء. والله انا وانت قريبين شويه والله من عيوني برسل لكم. الله يبارك. يا امي في حاجه بسيطه يعني اعذرينا على القصور فيها. يعني متجر كيان لمستلزمات العبايات راح يشيروا لك عبايه لحد باب بيتك مغلفه جاهزه. الله يرضى عليك. والله ما تتعب نفسك. والله دار امي. امي انا مقصر بحقك يا امي. والله والله العظيم هذا هذا حق واجب ما هو اي حاجه. ولا حقك اكبر من كذا يا امي. الله يرفع قدرك واعذريني على القصور. وباذن الله ان شاء الله اذا جينا جده نمر نسلم عليك يا امي. اللهم امين ان شاء الله. تعني صوت نور. الله يحفظك. توصي على راس يا امي. توصين اي حاجه لازمك حاجه يا امي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك ويديك الصحه والعافيه. في امان الله. في امان الله يا امي. في امان الله. وفي امان الله. الله يحفظك. مع السلامه. هذه امي هذه. انت ما تتدخل مع يعني بيني وبين امي ما تتدخل حتى لو انت ابنها. انت يربطك دم. انا يربطني مو دم، اسلام ودم وكل حاجه ومحشي. ومحشي المحشي حكايه. المحشي يا امي. يا امي المحشي. انا اكل في الوضع عشان انسى الدموع واشعر بسعاده مع جزيل. يا رجال احنا في حريق هو شغال في البخاري. الدموع راحت. شكرا. هذه غريبة. الله يعطيك العافية يا عبد المحسن.